رح احكيكم اليوم عن الاشارات اللي ممكن انه تلاحظوها على الشريك اذا كان عم بيهون بالعلاقه الزوجيه. وهون نحن في نوعين من الخيانه، خيانه جسديه وخيانه عاطفيه. الخيانة العاطفية هي اللي أكثر شيء بتبرز بين العلاقات بالعلاقة، أو الخيانة الجسدية بيكون علاماتها أقل. شو هي العلامات اللي ممكن نحن نراقبها على الشريك؟ في علامات عامة: تغير السلوك، تغير سلوكه العاطفي، تغير سلوكه اليومي. مثلا أعطي مثال، أنه بيزيد، لنقول رجال بيزيد ظهراته كتير، أو مرة بيصير قاعدة على التليفون زيادة عن اللزوم أكثر من اللازم، بيصير في عنا نوع من السلوك في أسرار مش كأنه في حدا تاني ما لازم يعرف عنه، في تخباية، في باسوردات زيادة. هودي القصص اللي هن بيصيروا فجأة ما بيكونوا موجودين وفجأة بيصيروا موجودين، وبصير يلحقهم. مش بس نحن منبلش فيهم، بصير بيلحقهم تفاصيل. يعني بصير نلاقي الشخص عم بيبعد، عم بصير عم بيهتم بقصص تانية، أو عم بصير في عنده اهتمامات مختلفة عما كان عليه من قبل. وهذا الشيء كلياته علامات ممكن أنه يكون الشريك عم يدخل بعلاقة، يا أما علاقة جسدية خارج العلاقة الزوجية أو علاقة عاطفية. هي طبعا أصعب العلاقة العاطفية، لأن العلاقة العاطفية بتصير عم بتبعد الشريك بعد حقيقي بشكل واضح وملموس عن حياته الزوجية وحياته العائلية. علامة من العلامات اللي كمان ننتبه لها بتدل على الخيانة، وهي غريبة هذه العلامة: زيادة حدة الانتقادات من الشريك للطرف الثاني. يعني مثلا زوج صار ينتقد زوجته أكثر على شكلها، على لبسها، على جسمها، على أسلوبها، على تعاطيها. كان هذا الشيء بالنسبة له عادي، بعدين صار يزيد يزيد يزيد. هذا الشيء عادة عم بيكون في غالبا ما بيكون عم يعمله بمقارنة، أو عم بيعمل ردة فعل على إحساسه بالذنب بسلوك هو عم يعمله غلط تجاه العلاقة أو تجاه الزوجة. أو نفس الشيء كمان بالمقابل، الزوجة ممكن يكون عم تعمل هيك إذا كانت عم تمرق بهيدي المرحلة. هيدي علامة كمان من العلامات المهمة لازم ننتبه لها. آخر شيء بدي أقولكم إياه، أنه الخيانة ما بتجي بين ليلة وضحاها، وإنما الخيانة دايما بتنتج عن تباعد تدريجي للعلاقة وخسارة العاطفة وخسارة الاحترام شيئا فشيئا بالعلاقة لحتى نوصل نحن للخيانة. فإذا نحن ما بدنا نوصل للخيانة، لازم نحن نستدرك كل المشاكل اللي هي موجودة بالعلاقة الزوجية ونحلها قبل ما توصل وتتفاقم لمحل ما بنقدر نحلها بكل بسهولة، بصير حلها أصعب بكتير.